البشر مو بشر بطوله وعرضه وعمقه، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، تشوف واحد طويل عريض ضخم. المنافقون كانوا كذلك، هذه مو صفة نقص ولا صفة كمال أيضا، هذه قد تكون صفة كمال في النبات. نبات شجرة ضخمة ضاربة في أعماق الأرض وفي عنان السماء، هذا كمال للنبات. ولكن هذا لا يعبر عن كمال الآدمي. الإنسان ليس بطوله وعرضه وعمقه، ليس بأكله وشربه وطعامه. إذا الإنسان بقى في هذه المرحلة، ما تشمل هذه الآية ولقد كرمنا بني آدم؟ صحيح بني آدم مطلق، ولكن متى يكون بني آدم مكرم؟ إذا كان آدميا، آدمي إذا كان، إذا كان إنسان ما كان حيوان. الإمام صلوات الله عليه، الإمام أمير المؤمنين، يصف بعض الأشخاص يقول بين نثيله ومعتلفه. من هنا يذهب إلى المعتلف ويأكل، ومن هنالك يتخلص مما أكل. بين نثيله ومعتلفه، ابن أبي الحديد يقول وهذا من ممض الذم، يعني هذا كلش ذم كبير أن يوصف واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه بين نثيله ومعتلفه في الخطبة الشقشقية. هذا مو آدمي، هذا حيوان، بل هو أضل من الحيوان. إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل، هذا أسوأ من الحيوان. لأن عندما دخل في هذه المرحلة الجديدة يجب أن يتصف بكمالات هذه المرحلة الجديدة. ملاك أنه آدمي أن يتصف بهذه الكمالات، إذا ما اتصف بهذه الكمالات فهذا إلى أخذ وما إلى عطاء.